نسمع نطلع نشوف مع بعض رأي الناس في الشارع. أخدنا برضو آراء كده يعني عينة عشوائية من الناس في الشارع، سألناهم على موضوع الرعاية المركزة. تعالوا نسمع مع بعض ونرجع نستكمل هذا الحديث. وعلى فكرة ممكن شايف في نقص في الرعاية المركزة في المستشفيات الحكومية، أما المستشفيات الخاصة فأكيد يعني الدفع بالدولار أو يعني فواتير يعني باهظة الثمن، فبالتالي بتبقى الخدمة بتختلف عن المستشفيات الحكومية. معظم الشخصيات اللي هم بيعملوا مستشفيات ديت بتعتبر مستشفيات استثمارية، الهدف منهم ان هم جمع المال وليس مصلحة المواطن. الرعاية المركزة العيب اللي بيرجع النقص ليها ان محتاجة اجهزة، والاجهزة النهاردة غالية بملايين الجنيهات، وفي بعض القرى والمراكز محرومة. انا شايف نقص المستشفيات نفسها اساسا، المستشفيات لا تصلح انها تبقى مستشفيات اساسا بالمرة، مش نقص في الرعاية المركزة بس، نقص في الدكاترة ونقص في خبر الدكاترة. لازم يكون في رعاية كويسة، لازم يكون في اهتمام، لأن المستشفيات ديت عمل المستشفيات دي ليه؟ ما عشان خاطر يهتموا بالمريض. سبق ليك التعامل مع المستشفيات في الرعاية المركزة؟ طبعا الرعاية المركزة دي أسوأ حاجة في وزارة الصحة في مصر، مع احترامي للسيد وزير الصحة والتصريحات اللي بيطلع يقولها. اتعاملت مرة في حالة كانت معانا كده، لفيت بيها أكتر من 12 مستشفى، محدش عاوز يدخل الحالة اللي معانا العناية المركزة نهائي. طبعا أختي دخلت العناية المركزة يعني أختي وكذا كذا حالة، بس العناية المركزة مش متواجدة كتير، لما تروح المستشفى تلاقيش فيها عناية مركزة، تقدر تلف على المستشفيات عشان تعمل بصعوبة. والله أكون محق إن كنت أخذت الحالة بتاعتي ورحت بيها على المستشفى ما كانش في مكان مطلقا، وبعد ما لفيت رجعت للمكان ده تاني قدر ربنا حد مات، فلما مات الواحد ده دخله والدي مكان. مريض يقعد من الساعة 2 بالليل لتاني يوم الساعة 2 الظهر محدش بيسأل عنه، مستشفى خاصة مش حكومة، لا مفيش رعاية أصلا، مفيش اهتمام. يا باشا الدكتور ما جاش نعمل لك ايه؟ بكل بجاحة وكل اللي تزوق الدكتور ما جاش نعمل لك ايه؟ مستشفى طوال عريض ما فيش غير دكتور واحد مخه وأعصاب، طب عليا يا ساتر. اصل هو المواطن لو عايش حياته وما عندوش حته الطمانينه انه لو لا سمح الله تعب او حد من الناس العزاز عليه تعب، وده شيء وارد طبعا في اي وقت لاي حد، انه هيتعالج صح وانه هيتلحق. سيبك من موضوع العلاج، دي قصه تانية، المنظومه الصحيه والطبيه دي قصه طويله قوي. فكره انه يتلحق من الاخر كده بالبلدي، حد عنده جلطه زي الناس اللي اتكلمت، حد عنده غيبوبه كبديه، المشاكل الحاجات التقيله اللي بتحتاج فورا حجز في الرعاية المركزة، ان انا ابقى كمواطن مش مطمئن ان ده موجود، دي مشكلة كبيرة جدا.